قناة سما الفضائية تنعى إلى الشعب السوري فقيد الفن الجاد والملتزم الفنان الشهيد محمد رافع. وقد اغتال إرهابيون الفنان محمد رافع صاحب شخصية إبراهيم في مسلسل باب الحارة بعد خطفه منذ يومين على أيدي مجهولين في منطقة برزة أحد أحياء دمشق. رب العالمين بعثوا صبي رح نسميه إبراهيم. رح نضل عايشين ورح نضل نقدم شهداء للبلد لحتى ننتصر وتخلص أزمة بخير بإذن الله تعالى. قوانين المحكمه العسكريه العليا قررت المحكمه العسكريه ما يلزم. تعرفوا شو يعني ما شيء؟ يعني راح الجنه عريس عريس. كرمال الشعب وأهل الشعب والروح بترخص. بعد غيابه وانقطاع الاتصال به لساعات جاء صوت فتاة لتقول لوالده: ابنك مخطوف. محمد رافع ذو 30 عاماً، بعد يومين على خبر خطفه الذي تحدثت عنه كل مواقع الإنترنت مع دعوات كثيرة بعودته سالماً، تأكد خبر استشهاده على أيادي الغدر، الغادرون الذين لم يرتدعوا عن من يمثلون وطنهم بأرقى أشكال الحضارة الفن. هؤلاء الغادرون خلدوا اسم محمد رافع كشهيد كرم عيون سوريا. الفنان العربي الفلسطيني السوري محمد رافع من مواليد 9 آذار مارس عام 1982، بدأ حياته الفنية عام 1999 في مسلسل المزار، وعمل في المسرح والإذاعة، ومثل في مسلسل رجال العز وبومب أكشن ومرايا 2011 وبقع الضوء وطالع الفضة والدبور، واشتهر بدور إبراهيم في المسلسل التلفزيوني باب الحارة. وبدي أقول لهم شغلة تانية، والرسالة الأهم: قد ما فجرتوا هذا الشيء ما راح يوقفنا، قد ما فجرتوا قد ما عملتوا أفظع ما عندكم قدمتوا إحنا بالنهاية ثابتين. حملني أبي رسالة الله يرحمه ب 48 لما هاجروا لهون لفلسطين، من فلسطين لسوريا، قال لي الحفل واحد بس كبرت وحيد صار عمري شي 12 سنة، قال لي يا بابا السوريين فضلوا علينا نحن كفلسطينيين، فتحوا لنا أبوابهم وفتحوا لنا مثل ما بقولوا بيوتهم وقالوا لسوريا أهلا وسهلا بالفلسطينيين. فكيف نحن الفلسطينيين ننسى الأمانة التي اتمنى عليها من قبل والدتها تجاه سوريا وتجاه الشعب السوري؟ نحن نبدي سوريا بروحنا وبأرواحنا وبدمنا وكل وقتنا في سوريا وفي الشعب السوري. بس أنا بالنهاية هذا دم السوري بخصني إلي.